أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة الأخصائي بلال رواج. بداية سعد مساء. أهلا وسهلا، يسعد مساكم جميعا ومساء مشاهدين كلك. طبعا في البداية حضرتك أخصائي البصريات والعدسات وحاصل على الزمالة الأمريكية في العدسات وصاحب مركز خبراء النظر بالتحديد في عمان، وأغنى من أن تعرف تعرفني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. أهلا فيكم. أنا بلال رواجدة، مختص في مجال البصريات والعدسات. هو مجال له خصوصية يقع ما بين فحص النظر البسيط بمستوى النظارة ومستوى جراحات العيون. في احتياجات المريض بتقع في هاي المرحلة، فأسسنا مركز خبراء النظر يكون معني بكل الاحتياجات البصرية غير الجراحية للمرضى. نعم، تعرفنا أكثر عن مركز خبراء النظر، شو الخدمات البصرية المقدمة عندكم؟ نعم، مركز خبراء النظر معني في تقديم الخدمات البصرية غير الجراحية زي ما حكينا. تحديداً نبدأ في الأطفال اللي بعد عمليات الجراحة اللي ممكن يحتاجوها أو لأسباب كسل البصري ممكن يحتاجوا عدسات لاصقة خاصة لمنع حدوث الكسل البصري، زائد معني بتقليل نسبة زيادة مرض قصر النظر اللي هو مرض العصر حاليا عندنا في العيون. الطفل بينولد عنده قصر نظر بعض الحالات نسبتها منيحة وبضل يتزايد. في عندنا قسم معني مخصوص بتقليل نسبة الزيادة عن طريق إما عدسات لاصقة خاصة أو حتى نظارات طبية بس معمولة بديزاين خاص تقلل نسبة الزيادة. طبعا معنيين أيضا بجميع النظارات والعدسات اللاصقة المعنية بمرضى القرنية المخروطية في نسبة عالية من شباب مجتمعنا، خصوصا في عمر نحكي 8 وال 15 سنة بيعانوا من مشكلة القرنية المخروطية اللي بتخلي نظرهم يسوء. في عندنا قسم معني غير جراحي بتصحيح النظر لهم، لأنه النظر عندهم بيكون كتير سيء وتصحيح النظر بالنظارات العادية أو بالعدسات العادية بيكون غير ممكن، فبنعمل نسميهم كاستمايزد أوفثالميك لينسز أو نظارات طبية خاصة معنية بتصحيح نظرهم، أو عن طريق عدسات لاصقة خاصة يتم تفصيلها بناء على حاجة المريض ومقاس نظره وشكل قرنيته. في بعض الحالات أيضا عندها بكون مشاكل وراثية في الشبكية تحتاج إلى أنواع خاصة من الفلاتر الضوئية اللي من شأنها تحسين مستوى النظر وجودة الصورة حتى يقدر المريض يمارس حياته بشكل طبيعي أو أقرب ما يمكن إلى الطبيعي. أيضا بنقدم خدمات تدريبية، كوننا أسسنا مركز Vision Experts Academy، هي أكاديمية خبراء النظر، أول أكاديمية في القطاع الخاص في الشرق الأوسط بتقدم خدمات تدريبية في مجال العلوم البصرية والعدسات. الحمد لله بيجينا طلاب من الوطن العربي، من فلسطين، من السعودية، في عنا من عمان الشقيق، إن شاء الله حيجينا الدورة القادمة في بداية السنة الجديدة إن شاء الله. نعم، كل التوفيق. بس في الأصل شيء أهم الأجهزة اللي تتوفر بمركز الخبراء للنظر وتتميز فيها؟ نعم، الأجهزة اللي منوفرها في مركز خبراء النظر في أكثر الأجهزة شهرة ودقة جهاز فحص النظر، أو بالعامية المريض بيحب يسمعها كلمة فحص النظر في الكمبيوتر. فحص النظر بنقسم إلى قسمين، قسم بنسميه Subjective Refraction، Refraction هي الكلمة العلمية لفحص النظر اللي هو بيعتمد على إجابة المريض. المريض بيحكي مثلا فوق وتحت ويمين ويسار، بس هل هذا الإشي بيعني إنه إحنا نعتمد على إجابة المريض لتحديد الفحص؟ طبعا بكون لا، لازم يكون مترابط ويتماشى مع فحص نظر بنسميه Objective Refraction اللي هو مرتبط بأجهزة. الأجهزة هاي في منها نوعين، نوع Automated الحمد لله وفرنا أحدث جهاز من شركة نايدك بنسميه Auto Refracto Keratometer، أدق جهاز في العالم لفحص النظر ديجيتال، زائد بنعمل فحص الأوبجكتيف الثاني نتأكد من مقاس الكمبيوتر بتناغم مع حكي المريض عن طريق جهاز اسمه الريتينوسكوبي ريفراكشن. هذا بيخلي أخصائي البصريات نفسه قادر يتأكد بنظره إنه هذا الرقم صح ماتش مع هذول الاثنين، زائد لما نلاقي فيه مشاكل في القرنية مثل قرنية مخروطية أو انحراف عالي في جهاز TMS5 دول سيستم بيعتمد على فحص صورة القرنية الأمامي زائد صورة القرنية الخلفي بطريقتين، طريقة نسميها الشيمو فلاج إيميجينج وطريقة تانية اسمها البلاسيدو. الريزلت هاي كلياتها تعطينا فحص نظر دقيق
بالآخر نوصل فيه لوصفة النظارة أو العدسة الخاصة بكل مريض. نعم، لكن برأيك شو سر تميزكم ونجاحكم عن غيركم بهذا المجال؟ الديديكيشن والسعادة اللي بنقدم فيها خدماتنا لمرضانا عن طريق تقديم أول مركز معني بالخدمات البصرية بطريقة مناسبة لاحتياجات كل مريض من عمر، يعني خلينا نحكي شهر، ممكن نتعامل مع حالات مرضية زي احتلال الشبكية اللي بيحتاج لفلاتر لعمر 80 أو 90 سنة في مكان واحد، تمام؟ زائد الأجهزة اللي موجودة هون، احنا ربطنا بين مركز البصريات اللي بقدم خدمة نظارة زائد مركز العيون اللي بقدم خدمات علاجية مع أطباء في مكان مبسط للاحتياجات البصرية غير الجراحية في مكان واحد. هو كان هذا أهم شيء عم نقدمه لمرضانا. نعم، أهم أمراض ممكن تصيب النظر هي القرنية المخروطية. تحكينا شوي شو أسباب مرض القرنية المخروطية وشو طرق علاجه وكيف ممكن الوقاية من هذا المرض؟ نعم، القرنية المخروطية هي مرض موجود عندنا في الشرق الأوسط بنسبة عالية، تقريبا 10 أضعاف النسبة العالمية. فمرض القرنية المخروطية عم نتعامل معاه في الأردن بنسميها بكثرة. من المشاكل اللي بتصيب المريض، الطفل بنولد طبيعي ما عنده أي مشكلة، بالغالب على عمر 7 أو 8 أو 9 سنوات 10 سنوات بيبدأ النظر عنده يتنازل تدريجيا، فشوي شوي الطفل ما بيكون بحس ولا الأهل بيلاحظوا. بعمر 15 إلى 18 سنة بتبلش المشكلة تسوء، ومن أكثر العلامات أن المريض بيعمل نظارة، بعد ما يعمل النظارة لعدم توفر الأجهزة المناسبة في مراكز فحص النظر، سواء كانت في العيادات الستاندر نسميها العيادة اللي ما فيها فحوصات شاملة، أو مركز البصر اللي ما فيه أجهزة متكاملة، بوقع المريض وأخصائي البصريات بمشكلة أنه مش قادر يحدد فحص النظر. بفحص المريض النظر اليوم مثلا، وبعد شهر بلاقي النظر مختلف، فهي بتعمل تذبذب في النظر من ناحية مقاس النظر ومن ناحية ارتياح المريض في النظارات. هذا الإشي بيضل يسوء، وإذا انترك بيوصل لمرحلة متقدمة من القرنية المخروطية اللي بتخلي المريض يستدعي لإجراء عملية زراعة قرنية. بنحاول في مركز خبراء النظر إن نعمل early detection، إن الحالات في بداياتها إذا كان المريض موجود، وبنحولها لجهة معنية ممكن يعمل عملية التثبيت عن طريق أطباء العيون الجراحين المختصين بالقرنية، بيعمل عملية تثبيت للقرنية، عملية بسيطة بيعملها المريض خلال 3 ساعة بتخلص فيها من خطورة تزايد المرض. بعد ذلك برجع المريض بيكون خلاص احنا وقفنا تزايد القرنية المخروطية، وهي زي ما حكينا هي من اسمها مخروطية، القرنية لها كيرف، فلما نسميها مخروطية بتبلش القرنية تنحف وتبرز بتاخد شكل المخروط، فالضوء هو عم يدخل بصير يتشتت، فالمريض بيكون جدا منزعج من النظر. فمنحاول نوقف المرض ونكتشفه في بداياته، وبعدين نعالج المشكلة البصرية الناتجة عنه عن طريق إما نظارات خاصة أو عدسات لاصقة. نعم، أنا حضرتك أخصائي بصرية، شو تحب تقدم نصيحة للمشاهدين للحفاظ على صحة عيون أكثر؟ أهم نصيحة بقدمها للأطفال تحديدا، طبعا النصيحة بقدمها لأهاليهم. كثير الأهالي بيشكوا من أنه الأولاد دائما على الآيباد وعلى السكرينز. أكثر كمية من الضوء الطبيعي اللي ممكن نعرض أطفالنا إلها نعملها، سواء نفتح شبابيك البيت يوميا، ناخذ الاولاد مشوار خارج البيت، كل ما زدنا الضوء الطبيعي اللي بتعرض له الطفل كل ما كان العين عم تنمو بطريقه صحيحه وسليمه، وبنقلل من مشاكل كثير مرتبطه بزياده قصر النظر، وزائد مشكله جفاف العين اللي بنعاني منها تقريبا غالبيه مجتمعنا بسبب الظروف اللي صارت وتحديدا بعد كورونا. نقطه ثانيه مهمه، كل طفل لازم ينفحص بعمر المدرسه، سواء هلا عمر المدرسه بلش على الكي جي 1 وكي جي 2. بنصح كل الاهل على الاقل اي طفل بيستحق يتقيم نظره في عمر المدرسه لحد ما نتجنب اي مشكله ممكن تحصل لاحقا للطفل، ممكن نتداركها بحلول بسيطة في البداية. من الأمثلة اللي حليناها لمشاكل الأطفال بطريقة بسيطة جدا، كان في أم عندها قرنية مخروطية، والقرنية المخروطية هي مرض على الأغلب له علاقة جينية، فممكن ينتقل للأطفال. ف
فطلبنا من الام انه تجيب اطفالها نفحصهم حتى نتاكد انه عندهم قرنيه مخروطيه او لا. فوجدنا عندها طفله عمرها 7 سنوات في بدايه مراحل القرنيه المخروطيه، لسه نظرها 6/6 ما عندها مشكله. فرتبنا للطفله في خلال الاجازه الصيفيه تعمل عمليه تثبيت القرنيه. عملت الطفلة عملية تثبيت القرنية، ما احتاجت نظارات إطلاقا، نظر الطفلة 6/6، واختصرت رحلة علاج طويلة جدا بإجراء بسيط عملته بالوقت اللي بناسبها. فمن عيد كنصيحة للأهل، فحص نظر الأطفال ضروري. الأطفال اللي بتلاحظوا تحديدا على المسافات البعيدة بيعملوا هذا الشكل في عينيهم، هو الطفل بيكون بيحاول يعمل فوكس للصورة، فإذا ما لاحظ هاي الملاحظة برضو نتوجه ل أخصائي البصريات أو طبيب العيون حتى نعمل أدريسنج لمشكلة الطفل في مرحلة بسيطة في البداية. نعم، ننتقل إلى الجانب الوطني. لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلالة، ماذا سوف تقول له؟ بنتشرف أكيد في هيك لقاء مع صاحب الجلالة، وأكيد راح نكون مهتمين بزيادة التطور في مجال البصريات والعلوم البصرية والعدسات في الأردن، لأن من فضل الأردن كانت من الدول الرائدة في تقديم هذه البرامج التعليمية بالأساس في جامعة العلوم التكنولوجيا، بلشت في الأردن، وكانت قبل ذلك ما كان في منها حتى بكالوريوس، كانت في كلية المجتمع العربي عن طريق الكلية الجامعية المتوسطة عن طريق الدبلوم. تطورنا في الأردن لمرحلة البكالوريوس، قريبا إن شاء الله حيصير في ماجستير في جامعة العلوم التكنولوجيا، ونأمل أن نصير الرواد في الشرق الأوسط في مجال العلوم البصرية والعدسات. نعم إن شاء الله، بس أكيد في حد ترك بصمة بحياة الأخصائي بلال وأعطاه الدافع حتى يوصل لهاي المرحلة، فإنت لين بتحب توجه رسالة شكر برنامجنا؟ بشكر طبعا المدرسة الأم جامعة العلوم التكنولوجيا اللي زرعت عنا هذا الشغف وحب المهنة. احنا كنا من الدفعات الأولى في أول ما تم افتتاح التخصص بالعام 2002، يمكن الدفعة الثانية أو الثالثة كنا، يعني كان ما في طلاب متخرجين أصلا من البرنامج لما كنا طلاب. فجامعة التكنولوجيا إلها الفضل طبعا علينا كأنها مؤسسة تعليمية قادتنا لنوصل لمرحلة يعني حلمنا نوصلها وإحنا طلاب الحمد لله. نعم، بس ممكن أسأل مشاهدين التواصل مع مركز خبراء النظر، تحكي لنا موقعكم بالتفصيل وطرق التواصل معكم. موقعنا في شارع مكة، مجمع رقم 145، إحنا موجودين على الطابق الرابع، وزي ما حكينا إحنا مركز معني بجميع الحلول البصرية. التواصل معنا سهل، إما عن طريق أرقام التليفونات أو عن طريق صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام أو عن طريق الويب سايت. موقعنا الإلكتروني الويب سايت هو visionexperts.net، فيه جميع التفاصيل سواء اللوكيشن، أرقام التليفونات، وصفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. وبنهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين، نود أن نشكر أخصائي بلال رواجدي على حسن تفضلنا، على أمل أن نلقاكم بحلقة جيدة. شكرا لك، نورت شاشتنا. بشكركم، شكرا جزيلا لكم ولجميع المشاهدين. كلك سعيد.